كان يوم أمس، هذا كان متوقع جدا، وحسب التقارير الأمريكية كان متوقع في أي لحظة يعني هناك ضربات وتبدأ هذه الضربات. ولا ننسى قبل يعني أيام عندما قال قيس الخزعلي بأن هذه الهدنة انتهت، وطبعا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تراقب بهذه التحركات. وقبل يومين كان الجنرال ماكينزي متواجدا في بغداد، وكان من المفروض يعني أن تكون زيارة سرية، والتقى بيار الله أتصور رئيس أركان جيش العراقي، وحذر يار الله يعني قال له بالحرف الواحد إذا قامت هذه الميليشيات بضرب أو أن تعدي الخطوط الحمراء فسنرد بقوة ونحن جاهزين. ولكن الذي حدث إنه في الليل يوم أمس قامت هذه الميليشيات مرة أخرى بضرب السفارة الأمريكية بحوالي 11 صاروخ، وليست كاتيوشا، هناك نوع آخر قالوا جديدة وهو صنع إيراني. طبعا كما ذكرت في تقريرك الولايات المتحدة منزعجة جدا من هذه الحكومة، حكومة الكاظمي، وقلناها سابقا ونكررها إن هذه الحكومة حكومة ضعيفة وفاشلة.